خلينا نتكلم، يعني هناك خبر لم يرد في نشرات الأخبار، أكثر من 9 جرحى تم إصابتهم نتيجة يعني وقوفهم ضد هذا التيار البشري الذي حضر لإحراق السفارة السويدية. فإذا جمهور التيار الصدري يتمتع برمزية معينة لا يستطيع حتى رجال الأمن الوقوف أمامهم ومنعهم بطريقة يعني قوية. نعم. ولهذا استطاع الوصول إلى السفارة السويدية وأحراقها، وهذه مشاعر جمهور بسيط، جمهور التيار الصدري جمهور بسيط وعاطفي جدا، ويخرج في أي مناسبة تستفز مشاعره. يعني حتى لو لما يتطاولون على، كلنا نعلم خلال الأيام الماضية لما تطاول بعض القادة السياسيين على الشهيد الصدر، رأينا قاموا بإحراق مقرات أحزاب كثيرة و ودمروا كثير من المقرات الحزبية. فهذا أمر يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عندما ننظر إلى جمهور التيار الصدري عندما خرج وأحرق السفارة السويدية. طيب سيد محمد، لنتحدث عن موقف واشنطن. يعني واشنطن اعتبرت ما حصل تقاعس من قبل قوات الأمن العراقية عن حماية السفارة السويدية، وهذا أمر قد يقودنا إلى رعاية دولية على الحكومة ولربما إلى عزلة. يعني واشنطن تتعامل، لا تتعامل مع هذه الحالة كقاعدة، لكن تتعامل معها كمناسبة لوضع بعض الرؤى. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حاليا في موقف مواجهة مع روسيا في سوريا، وأيضا مع بعض القيادات السياسية، يعني مثلا مع النجباء عندما استهدفوا النجباء في سوريا، وحاليا بعض الفصائل المسلحة العراقية بدأت تتطاول. حتى يعني أمس صدر بيان من المجموعة المسلحة اللي تدعى أهل الكهف، هددت السيد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، وهو الذي خرج من رحم الإطار. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت هذا العمل في سبيل إيصال رسالة لبعض القادة السياسيين، وكلنا نعلم قبل حرق المصحف بيوم واحد كان هناك قرار من الحكومة الأمريكية بمنع 14 مصرف عراقي من التداول العملة الأمريكية في البنك المركزي، وأدى إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار، والحكومة مقبلة على تنفيذ ميزانية عام 2023. السيد محمد الشيع السوداني يواجه صعوبة كبيرة خاصة في العلاقات الخارجية، لأن العلاقات الخارجية العراقية ليست بيد الحكومة فقط، هناك كثير من القيادات السياسية تتخذ مواقف خارج إطار قرار الحكومة أو رؤية الحكومة أو الدولة. نحن نتمنى على كل القيادات السياسية، يعني موقف جيد جدا من حكومة إقليم كردستان لما تضامنت مع قرار الحكومة الاتحادية يعني إيقاف العلاقات مع الحكومة السويدية. فأتمنى على كل قيادة سياسية أن تترك للحكومة العمل لمواجهة الحكومة السويدية أو المملكة السويدية في مواجهتها في سبيل الحد من هذه الأعمال التي تثير يعني مشاعر المسلمين في العراق والعالم.